ظللت مستلقية، اختبأت في المستنقعات لأتجنب الدوريات. حسناً، وصل. أخبريني، من هو أمادس حقاً؟ كما قلت مسبقاً، ساعدني في التخلص من روبوت يقتل الصيادين. لقد ظن أنني مثل أي صيادة لا أهتم سوى بإسقاط الروبوتات، وظننت أنه متذمر يعيش في الغابة، ثم أودعني سره. وكيف أن الغارات الحمراء سلبته كل شيء، وهذا الجانب منه لا أعرف، غير رأيي. هل حقا تحبينه؟ أظن ذلك. أجل، إذن لما افترقتما؟ عندما قال لي إنه لم يفلح في إنقاذ حبيبته، أخبرته كيف تقبلت وفاة أبي وأخي. يريد فعل نفس الشيء وحده. مهلا، في أرض معركة الغارات الحمراء قلت إنه فقد مقربا هناك، ظننته جنديا مثله. جندية؟ الجيش ممنوع لنساء كارجا، لكن ناسا تخفت كي تفعل ذلك. أمادس حفظ السر قبل رحيله للغرب، وعدني برسالة ليطمئنني، ولم تصلني. لذا خرجت للبحث. حين نجده سأعاتبه لأننا خضنا الرحلة الغريبة هذه. حسناً، لقد فهمت الأمر الآن. اعتقد أمادس أن نيسا ماتت في أرض المعركة، وحين عادوا التيناكس بسجناء وصل المضي. أعتقد سنبحث في السجن، القبر. تفقدت المكان وأنا أنتظر، أظنني وجدت الطريق. سأتبعك. تظنين ناسا لا تزال حية؟ لا أظن، كل سجناء كارجا الناجين من الغارات الحمراء قتلوا أو عادوا لوطنهم. إذن عما يبحث أمادس؟ يحتاج إلى أن يعرف. أنا هنا أيتها الخردة المشتعلة. ها هو، إن مخلب النار يطاردك. تلانا، أنا كان مفترضاً أن تخبرني أنك بخير. كنت سأرسل رسالة بعد عبور الصحراء مع قافلة من أسيران، لكن عندما عرفت أن النفق انهار تماماً أدركت أن باستطاعتي مواصلة المضي. عثرت على منفذ، لذا اتضح أنني مخطئ. أنا آسف، لم أقصد أن أقلقك عليه. إذن لابد أنك أمادس. وأنت حتماً إيلوي،
حدثتني تالانا عنك، وأظن أنك تعرفينني. قليلاً. عرفنا توجهك للقبر، لكن على ماذا ستعثر؟ دليل أو حتى أثر يدلني على مصير نيسا. ربما ماتت في المعركة أو زجت في ذلك السجن. علي معرفة مصيرها. تالانا أخبرتني بما حدث لك وناسا أثناء الغارات الحمراء وحفظ سرها. لقد عيننا في فيلق الرمح الجنوبي، كلفنا بدخول تيناكث من خلال النفق. افتخرت بأنها جندية في جيش مملكة الشمس، لكن الأعمال الوحشية جعلتنا ندرك حقيقة الغارات. ثم تقربتما من بعض؟ لقد بذلنا ما في وسعنا لحماية الأبرياء. كنا الوحيدين اللذين اعترضا على تلك المذبحة. أجل، مقربان حتى معركة الزهور المشتعلة. ماذا حدث في معركة الزهور المشتعلة؟ علمت أن قوات تيناكث أكبر مما توقعنا، وقد حاولت إقناع قائدي بوقف الهجوم، لكنه كان ثملاً، وعندما هددته بإبلاغ قيادة كارجا هاجمني بسكين، لذا قتلته. دفاعاً عن نفسك. كانت جريمة، كنت مداناً، ولكن كان بوسعي أن أنقذ ناسا. تأخرت كثيراً. عندما وصلت للمعركة كانت مشتعلة بالفعل، والجنود كلهم كانوا مذبوحين، كما أن القائد الذي قتلته من الأسر ذات النفوذ أعلنت أسرته عن مكافأة مقابل الإمساك بي. الغارات الحمراء انتهت، سيعفو ملك الشمس عنك إذا علم. إن ملك الشمس لن يساعدني. عفو أباد لن يوقف المطاردين عن المكافأة. إذن أنت وتالانا كلكما خاضا مغامرة في البرية. روبوتات العداء الجارح، قاتلة صيادين ومرتزقة، ناهش قذائف، لا أحد يعترضها. حاول بائس اعتراضي في الغابة. إنه كان مغفلا. بما أننا هنا لنذهب إلى القبر، لن أقول تعاليا، يكفي مجيئكما لهنا. لم أقطع تلك المسافة لأتركك، معاً حتى النهاية. لن أستطيع إقناعك بعدم فعلها. تعالي، القبر ليس بعيداً. السجن جانب الشاطئ، لكن علينا الاختباء في الغابة. كيف عثرت علي؟ سمعت أفراداً من تيناكث في قرية مجاورة، عرفت طريقاً هناك. ماذا كنت ستفعل لو لم نعثر عليك؟ ستذهب وحدك؟ أحتاج سؤال أحد الحراس. فكرت في أن أخطفك أحدهم. رائع، لم تعد وحدك. نقترب. لم يتبقى. ها هو القبر. متمرد ريغالا يشعلون حربا ضد متمردي تيناكث. لقد سيطروا على السجن. إذن سيقتلون الحراس. إنهم أملي لمعرفة مكان ناسا. ربما لا، قد نعثر على دليل في الداخل. حتى بعد مرور تلك الفترة. إيلوي ترى أمورا أكثر مما نرى. لندخل، إن الأمل أفضل من لا شيء. لنعثر على مدخل آخر، البوابة الأمامية منيعة ويستحيل تسلق تلك الجدران. ابقيا هنا، سأبحث عن مدخل وأحاول فتح البوابة. سأتفقد الجوانب، ربما أدخل من جهة الماء. اذهبي، سنختفي عن الأنظار. Thank you.
سأذهب للبوابة لأدخل تالانا وأماجس. أظن أننا أخذنا الأوامر هي أن نفتح كل شيء لنفتح هذا. ضرراً.
واحد. إن فتحت البوابة الرئيسية طلعنا، وأماد سيساعدانني في إخلاء المكان. بكل أمانة، إن كان الأمر تكاسلاً في مكان ما، أنت هنا في مكان ما. تخلصت منهم، سأفتح البوابة لطلانا وأماد. يا غرباء، سنصل يستدعي روبوتا. سأبحث عن هذا في مخبئي لاحقاً. هنا الباب مغلق وآخر متمرد لديه مفتاح. حررنا كارجا، ألم نهن بما فيه الكفاية؟ ليس ذنبهما أنكم كنتم في السجن. أنا أبحث عن جندية من كارجا، أظن أنها سجنت هنا منذ 5 سنوات. اسمها نيسا. الكارجا نيسا كانت هنا، قتلتها بيدي. نيسا، سأتصرف، فلتؤمن المكان. إنها أنت صحيح؟
ناسا، كيف؟ أنا لماذا؟ ريتاكا. دعيني أوضح أكثر. أنت كنت ناسا؟ سجنت أثناء الغارات الحمراء ثم أصبحت من التيناك؟ يمنع الكارجا نساءهم من الانضمام للجيش. أنا كنت أتظاهر دائماً بخزي من حقيقتي أنني امرأة. أما التيناك فيقدرون الجندي تبعاً لقوته وصموده، فانضممت إلى صفوفهم. ناس ريتاكا، حزنت لخمس سنوات، لما لم تخبريني بأنك حية؟ حياتي تجددت، ما كنت سأعود أبداً حتى من أجلك يا أمادس. إذا جئت كثجينة، كيف أصبحت من التيناكس؟ التيناكس سيقتلونني مع الآخرين الذين أسروهم، لكنها مسألة وقت. ذات يوم توقف أحد الجنود أمام سجني وسألني كيف انضمت امرأة إلى جيش ملك الشمس المجنون. فهمت منه أنه كان من رجال الكارجا. فشاب، سمعت أنه سقط في السفارة، استحق ميتة أفضل من تلك. بقية السجناء أعدموا. أقنع التيناكس بأن يدعوني أقاتل لأنجو. نجوت بعد أن أريق دمي، فأصبحت ريتاكا وقد نسيت الماضي. حديث أمادس جعلني أعتقد أنك مهتمة بأمري. كان منذ خمس سنوات لم أتخلى عنك. قبل المعركة حاولت إقناع جدايا بوقف الهجوم، لكنه لم يصغي إلي فقمت بقتله. إذن فقد نال ما استحقه. أسرعت إلى أرض المعركة لكنني لم أجدك هناك. لم أعرف حتى إذا عرفت حزنت عليك ثم تخطيت الأمر. إذا صرت من التيناك فلما سجنت هنا مجدداً؟ كلفت فرقتي باستعادة سجن القبر من متمرد ريغالا لكن فشلنا. أنا أعرف كم تكره ريغالا الكارجا، كيف لم يقتلك متمردوها؟ محقة، لو علموا لقتلوني، لكن لا يذكر ذلك إلا قلة من التيناكس. ماذا ستفعلين؟ لقد استعدت من القبر، ستحرص فرقتي أن يبقى تحت سيطرتنا. هذه النهاية؟ بعد كل ما واجهناه معاً، هذا وداع؟ لنفترق. أشعر بالانتماء هنا، وأنت تنتمي لقبيلتك. تؤسفني معاناتك، تستحق أفضل مما عانيته آخر خمس سنوات. سأحرص على منحك ممراً آمناً لتخرج. اعتبر هذا الوداع الأخير من ناسا. على الأقل عرفت الحقيقة. إنها أقسى نوعاً ما. تعتقدين أنني أحمق؟ لا، عليك استيعاب كل ما حدث. سأرافقك لمملكة الشمس، بعدها لا أعرف. تيلانا، أنا أتفهم، آسف لما حدث. وأنا فلتتركني مع إيلوي. أنت بخير؟ في الحقيقة لا. ما مصير علاقتكما؟ لا أعرف، يحتاج التمعن في مشاعره، ولن أكون بديلة لحبيبته. هذه مكافأتك على ما عانيته معي. لا شحرورة أفضل منك ولا صديقة. إذن نهاية المغامرة، ستعودين للشرق؟ سأبقى لوقت في الضوء القاحل قبل عودتي لمريديان. إذا مررت من الطريق ابحثي عني. حسناً، رحلة آمنة. سأتفقدها عندما أذهب للضوء القاحل. تحتاج شخصاً تعتمد عليه.